مبروكة صفر. بعد سهرة علي سلام الأحجام اللذيذة بولت الصحن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة الاثنين 19/12، احنا يا جماعة في كفر الشيخ على مية علي سلامة. النهارده يا جماعة طالعين للتعبان، سمعت ان المية دي شغالة تعبان حلو فقلنا نطلع نجرب. بس لما جيت هنا، احنا جينا العصر يا جماعة، لما جيت هنا لقيت البولت شغال 100 100. يا جماعة اللي عايز المكان، وصف المكان يعني، اكتب بس تعليق فين المكان يا ابو سيف وابعت لك لينك وصف المكان. انا كنت وصف المكان ده قبل كده، شغاله بالنهار بولت حلو، وبالليل لسه هنجرب، احنا ما جربناش لسه التعبان، لكن البولت بالنهار حلو، لو جبنا تعبان هتشوفوه بالليل. تابعونا يا رجاله. الصلاه على النبي يا رجاله. اول حته بالطعم يا رجاله من علي سلام. احنا يا جماعه جايين النهارده باذن الله نقعد على المايه ديت ونجرب التعبان، بيقولوا فيها تعبان كويس، هنجربها لو اشتغلت معانا كويس هنقول لكم المكان فين بالظبط. حتة أول حتة يا جماعة بالطعم اهي، مية علي سلامة 19/12. ولا الصلاة على النبي، 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 اللهم صل على النبي حبيب قلبي. يا جدعان ميه علي سلامة يا جماعه شغاله نار نار يا حبيبي نار. الشغل اهو، تاني حته اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، الصلاه على النبي عليك، الصلاه على النبي، الصلاه على النبي رجاله. اول حته بالليل قرموطه، حتة ما شاء الله جميلة. أول شغل الليل رجال، أول شغل الليل علي سلام. شو قرمطة يا جماعة عاملة ازاي؟ مفيش بعد كده جمال. داخل على سن مقاس 7. اه والله يا جماعة سن مقاس 7، سن في دماغ بقى وش. انا شغال اصلا للتعبان، لقيت الباشمهندس ده داخل اقول له لا لا اهلا وسهلا بيه. حتة بص يا جماعة انضف قرميطة خدها من المنطقة دي، حاجة كده ما شاء الله بتلمع رصاصي. تابعونا يا رجال، الصلاة على النبي يا رجال. أول شغل الليل البولت الجميل علي سلامة 19/12، حاجة ما شاء الله يا رجال. بعد القرموط على طول طعم رجالة سن مقاس 7. تابعونا رجال. اللي بعده رجال لسه لغاية دلوقتي تعبان ما دخلش معانا، الحتة دي الأحمر بس بكتر طعم يا جماعة عشان خاطر لو التعبان دخل يلاقي ايه، هبر الطعم تمام. لسه ما دخلش تعبيه. الصلاة على النبي رجال. عسلية، شايفين يا جماعة الأحجام؟ والله يا جماعة المية شغالة حلوة أوي جميلة بالليل وبالنهار، اللي عايز يجي يجي. أي حد عايز المكان اكتب لي تعليق وأنا أبعت لك لوكيشن المكان. لا اللوكيشن مش عارف تيجي عشان هنا في الشبكة، هبعت لك فيديو وصف المكان. تابعونا يا رجال. السمكة واخدة الطعمة كلها في بقها. والله يا جماعة السمكة دي داخلة على سن كبير، أنا لما نص المية بسن مقاس 3. تابعونا يا شباب. الصلاة على النبي رجال. اللي بعده علي سلامة رجال، كله طعم يا شباب. ايه ده يا بطل، ايه مسلية يا جماعة وبالليل، مسلية بالليل وبالنهار. تابعونا يا رجال. كمان حتة محترمة يا رجال، قلت لكم ما شغالة وما شاء الله عليه،
حجم زي ما الكتاب بيقول 19 12. اهل حجمه اهو حجم جميل، شغاله ليل ونهار. هاتني معاه. صلى على النبي. دي يا جماعه بقى، ارفع كده ابو علي، ده بولت الصاحب. كنا مسهرين في علي سلامه وقلنا نيجي بقى الصبح كده نجرب قلنا نيجي نجرب الصحن اخباره ايه. ارفع كده لفوق شويه، ده بولت الصاحب بالطعمه اهو، ميه الصحن، بولت الصحنة. النهاردة كان يعتبر بقى النهاردة 20/12 اهو، بعد سهرة علي سلام الحجام اللذيذ، بولت الصحن. مبروك يا جماعة سفرة، مبروك سفرة من مية الصحن. داخلة معانا على الدور يا رجال، مبروك سفر. يعني المايه فيها كل انواع السمك. الصلاة على النبي يا جماعه، دور رزق النهارده، دور رزق رزق سهره الاثنين 19/12. البولت اهو يا جماعه، الحجم اهي، والقرموط اللي جه معانا بالليل، ودي المبروكة الصغيرة اللي جت أحجامها يا جماعة، طلعت علي سلامة سهرة، شوية سمك عسل اهو، والحاج أرمض ده المية شغالة حلوة يا جماعة، جميلة جميلة. دي الحتة اللي جت من عند الصحن اللي هي جت الصبح، حجمها حاجة محترمة. يلا يا جماعة، السلام عليكم.